مش كبير عليك. مشاعري حزينة علي، تركت بلدي هي سوريا، ما عندي إحساس يعني، بس هيك لأسباب يعني. جت ثاني إخوتي خافوا يعني ما يناموا بالبيت، ناموا بالقبو يعني قصفوا، وعمرات يعني جت قذيفة بالبيت، و يعني أدى لاستشهاد أمي وولاد عمي اثنين. الساعة 7 بروح على الخبز، بجيب خبز وبرجع، عمرات يعني بكل دكان أكسب بضاعة، بنزل بجيب بضاعة وبرجع يعني شبس وبسكوت. بضلني قاعد بالدكان للمسويات، عمرات بنزل تحت إنه ما في كهرباء عندنا هون، بناخذ الفوانيس والشحن، الفوانيس والميزان، عندي كمان ميزان وموبايلات عشان نشحنهن. لما يكون وقتي فاضي بلعب طابو وبس. ما بشجع اي يعني، ما بحب اتفرج، بس بحب العب انا زملائي، شجع حدا انه ما بحبش.